مقرفصين بهدليه بعربية. حكومة فارغ هدو خاصو بيتعاقبو كل هادشي اللي كاين يا خو فهمتي راه ما كاين معقول فهمتي لي 20 مليون اللي عنده غير على تمدينا يجي يدافع علينا يوقف معنا اليوم وعاش الملك. السلام عليكم ولقاء جديد من برنامج جوج كلمات. جوج كلمات اللي اليوم غنتحدثوا فيه على حديقة مسجد مالي اللي بجنب الجوطية تاع المحمدية. هاد الحديقة وفي إطار المخطط الاستعجالي بادر عامل المحمدية منذ تولي هاد المنصب بإطلاق عدد من المشاريع وإحياء عدد من المشاريع وأيضا إصلاح عدد من المرافق. كان من بينها واللي غنضطر نقوله اليوم بجوج كلمات صيانة حديقة مسجد مالي اللي كانت كتعرف التهميش. مشروع الصيانة قامت به عمالة محمدية وشمل هذه الحديقة وأيضا الحديقة المجاورة لمندوبية الصحة، وتخصص لهذا المشروع ميزانية فاقت 88 مليون سنتيم وفيها أيضا أشغال التبليط والزليج وإصلاح نظام الرش، والمشروع سهرت على تنفيذه إحدى الشركات المتخصصة في هذه المشاريع. مشروع الصيانة تهدات له مدة 6 شهور باش يتنجز ويكمل، لكن من بعد أزيد من 8 ديال الشهور الأشغال لحد اليوم وصلت لنسبة 60%. إذن ما نطولوش في جوج كلمات وندوزوا للاختلالات. واحد، مكتوب في البانو الجميل والجذاب إصلاح نظام الرش، ونشوفوا الرش اللي ما عرفناهش فين كيترش. إذن هذا هو الرش، تيو وبزبوز ولا قوتا قوت ولا هم يحزنون. زيد جوج، وقبل ما نتكلموا على جوج نذكروا بواحد المثال اللي كيقول حتى تحمات عاد عزفات وخملات. هذا المثال كينطبق على صيانة هذا المشروع اللي ما تمش للمهندسين تاعو يخطوا ويدرسوا ويعرفوا راه قبل ما تبدا الاشغال تيكون الحفر للكابليات تاع الضوء، لانه اللي وقع العكس والمنطق المقلوب، لانه تدار الزليج وحتى تصوب الغازو وحتى نادو ريدات عاد بداو يقلعوا فيه ويحفروا ويفسدوا. زيد ثلاثة، كاين شي اماكن ما ترشوش ولو بريال من ديك 88 مليون سنتيم، لحد الان بقاو على حالهم من ايام مولاي العربي. ومن بين هاد البلايص المكان اللي تركب فيه البانو العجيب واللي اجتهدوا اصحاب الحل والعقد وزرعوا قدامه شجره جذابه واللي غطات حتى الكتبه. شوفوا سيدنا. زيد ربعه، وفي اطار الجوده والخدمه ديال الصح وديال الدوام زليج بدا كيتهرس والاشغال ما تعرفاش واش سالات ولا مازال. هما راه عندهم الجواب، الزليج راه هرسوه المواطنين. ايوا الزليج راه يتهرس الا ما دارش له الاحتياطات وكانت له الجوده. خمسة، وحاليا لا ضوء لا عساس. وبلا ما نطولوا في هاد جوج كلمات لانه الرساله وصلت، وانتظرونا في جوج كلمات باش تشوفوا كبريات الاختلالات في حديقة الأمومة بجانب سبيطار الوالدات. من المشروع بالنسبة للمحطة ديال التقسيات ما عندناش تواليت هنايا، راه في مثل انا من اللي وعر ان مدينة ما فيهاش ولا مرحاض واحد. سوالة الجردة ما فيها لا تواليت لا والو، عباد الله كتكرفس على هاد الجردة، كراسة ما صايبوهمش، ما كاينش العساس، ما كاينش مراقبة. كازوس الماء غير ضايع وما مستفدش من حتى الجردة، ما مستفد منها. وكما قالوا الإخوان لما قال المتشردين صافي هما اللي كنشوفو هنا، ما بالنسبه للدار اللي متفر صافي هادشي اللي كيجيو يتخزنوا فيه ويشربوا فيها. سموما الرساله ديالكم للسلطات. تصبحوا على خير ونتلاقاو قريب بجوج كلمات. مقرفصين بهدليه بعربيه.
الحكومة دارو هادو خاصهم يتعاقبوا كل هادشي اللي كاين وقع فهمتي راه ما كاين معقول فهمتي 20 واش اللي عنده غير على تدينا يجي يدافع علينا يوقف معانا اليوم وعاش الملك.